إذا لم تشعر بعد بروحانية هذا الشهر، ولم تكن قد بدأت بالتحليق في أسحاره، فضج إلى الله، لا تيأس، لا تنسحب ولا تفتر. قل يا رب، 11 شهرا تكسرت بها أجنحتي، لكنني لازلت أطمع بالارتفاع. إلهي، أنت أعلم أني لست أهلا للدخول، وها أنا ذا أتقدم بين يديك وأطلب منك مساعدتي. أجلس على عتبة بابك، أتوسل بأوليائك أن يفتح لي الباب، ففقيرك ببابك.